تابعنا وإياكم مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وحملت الجلسة عنوان تداعيات جائحة كورونا على التمتع بحقوق الإنسان. كما تابعنا أيضا جلسة الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية، والتي شرفها بالحضور في المشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا مباشرة من شرم الشيخ ريهام الديب موفدة التلفزيون المصري. ريهام، بعد التحية ضعينا في الجديد لديك الآن. أهلا بك يا يوسف. بالطبع مثلما ذكرت، اليوم هو الحقيقة كان في الكثير من الفعاليات والجلسات المهمة جدا والثرية في هذه المنصة الثرية للحوار في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة. كانت الجلسة الأولى مثلما ذكرت من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية، جلسة كانت في منتهى الأهمية، وكان للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مداخلة أيضا في منتهى الأهمية في هذه الجلسة. و رحب السيد الرئيس في بداية الجلسة بكل المشاركين في هذه الجلسة المهمة، وأكد على أنها بالفعل مهمة للغاية لأنها بتعتبر تمهيد لمؤتمر تغير المناخ COP27 الذي سينعقد في مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام وأرض السحر والجمال، هنا أيضا في نهاية العام الجاري. ثم تطرق السيد الرئيس للحديث عن أهمية مجابهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وأن الدولة المصرية تحركت بالفعل بسرعة لمجابهة التغيرات المناخية، ثم تحدث عن أهمية السنوات الثماني القادمة تحديدا لمواجهة التغيرات المناخية، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص. ذكر بشكل أساسي أن إحلال السيارات الكهربائية هو يعني مهم للغاية خلال الفترة القادمة، وبالفعل سيتم إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية في عام 2023. وتحدث على أن مصر فيما يتعلق بالانبعاثات الكربونية الضارة تكاد لا تذكر في مصر، وذلك بالمقارنة مع يعني مختلف دول العالم. ومع ذلك وعلى الرغم من ذلك، لابد من التحرك السريع والتعاون بين أجهزة الدولة المختلفة والقطاع الخاص من أجل مواجهة يعني هذه التغيرات المناخية. ثم ذكر نقطة في منتهى الأهمية، أن في كل محنة دائما ما تكون هناك الكثير من الدروس والمنح، وأن الله خلق الإنسان لكي يعمر ولكي يساهم في التنمية وفي البناء لا ليدمر الوجود، وبالتالي فالإنسان وآليات العمل الإنساني مهمة للغاية في الحفاظ على كل معايير التنمية. ومن هنا تطرق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مبادرة حياة كريمة. هذه المبادرة التي تهدف في الأساس إلى تحسين وتحقيق جودة حياة أفضل للمواطن المصري، وفرت الكثير من فرص العمل للمواطن المصري. أيضا تحدث عن أنه كان من أبرز ما قامت به الدولة المصرية تطهير البحيرات، جميع البحيرات، وتبطين الترع، وذلك أيضا ذلك أدى بشكل كبير إلى توفير الكثير من فرص العمل. بالتأكيد هذه الجلسة لها أهمية وخصوصية، لأنها طبعا يعني بتعتبر هي الأساس لمؤتمر تغير المناخ الذي سينعقد في نهاية العام الجاري، وهذا هو ما أكد عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أيضا انعقدت جلسة أخرى في منتهى الأهمية فيما يتعلق بمستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي فيما بعد جائحة كورونا، مستقبل الرعاية الصحية فيما بعد جائحة كورونا، جلسة أيضا مهمة. ومثلما ذكرت أيضا يوسف، كان هناك نموذج للمحاكاة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو ما تحرص عليه إدارة المنتدى في تنظيم هذه النماذج للمحاكاة. وخلال هذا العام وخلال النسخة الرابعة تم بالفعل تنظيم نموذج لمحاكاة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نظرا لأهمية هذه القضية على المستوى العالمية. إذا منتدى شباب العالم هو بالفعل محفل دولي ثري للغاية، بيعمل على تعزيز الحوار بين الشباب وتبادل الحوار وتبادل الثقافات، والعمل على يعني تعزيز كل ما يتعلق بالحفاظ على التنمية وإرسال رسائل سلام من مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام، ومن كل من يشارك في المنتدى إلى كل العالم. نتحدث أيضا عن أبرز ورش العمل التي تتعلق بريادة الأعمال، وهو أيضا ملف من الملفات المهمة جدا في منتدى شباب العالم.
من خلال دكتور عمرو سكر أستاذ الإدارة واستشاري المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. دكتور عمرو أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك. دكتور عمرو، الحقيقة ريادة الأعمال من الملفات المهمة جدا، اللي يعني النسخ المختلفة لمنتدى شباب العالم أولى يعني هذا الملف أهمية كبيرة. خلال هذه النسخة يعني ما الجديد الذي سيقدم فيما يتعلق بهذا الملف، وبشكل خاص في الظروف الجديدة والواقع الجديد الذي يمر به العالم بعد جائحة كورونا؟ هي منتدى شباب العالم ادى فرصة لنماذج كتيرة جدا من المشاريع الناشئة للستارت اب بزنس اللي هي تعرض افكارها ومشاريعها جوه المنتدى. مش بس كده، هو وفر لهم بيئة خصبة من تنمية افكارهم عن طريق اللي هو عمل ورش عمل متعددة من قبل انطلاق الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم. وورش العمل دي قائمة وشغالة، بتشتغل على تنمية مهارات وقدرات رواد الاعمال، ومستمرة، كانت مستمرة إلى اليوم النهاردة. برضو كان في ورشة عمل ليها علاقة بريادة الأعمال ومشاريع الناشئة. مش بس كده، هيبقى في جلسة، مش ورشة عمل، بكرة الجلسة دي بتركز على ريادة الأعمال والتحديات اللي بتواجهها ما بعد الكورونا. استقبل يعني العالم فيما بعد جائحة كورونا، ربما هذا هو الملف الأبرز أو المحور الأبرز في كل الجلسات في هذه النسخة من منتدى شباب العالم، كل ما يتعلق بعالم ما بعد جائحة كورونا. زي ما حضرتك ذكرت ريادة الأعمال فيما بعد جائحة كورونا، وزي ما شفنا كمان مستقبل الرعاية الصحية، المستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي. ولكن أنا عايز أركز مع حضرتك يا فندم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. زي المنتدى بيعتبر مجال مهم جدا للترويج لهذه الشركات، وبيعطي لها فرصة مهمة للغاية. هي يعني المنتدى فيه ميزة، اللي زي ما قلت حضرتك هو مش بس بيعمل ورش عمل ولقاءات للشركات الناشئة والشركات الصغيرة المتوسطة، ولكن كمان مديلهم فرصة اللي هم يعرضوا مشاريعهم. المشاريع دي اما بتتعرض على السادة الحضور ومعظمهم من الشباب وبجنسيات مختلفة ومشاريع مختلفة، ده بيساعد على تبادل الأفكار. وكمان الميزة كانت التركيز على فكرة الابتكار والتكنولوجيا، وكان في ورشة عمل مميزة جدا كانت بتتكلم على ازاي المشاريع الناشئة تهتم بحاجة اسمها التنمية المستدامة، ودي يمكن مرتبطة بالجلسات الأخرى. يعني اما نشتغل على ملفات زي التنمية البيئية، وازاي يبقى عندي مشاريع ناشئة بتشتغل على حلول لموضوع التغير المناخي او الريسايكلينج او اعاده التدوير للمخلفات او فده بيصب في الاتجاهين، اتجاه التنميه المستدامه واتجاه اللي انا بعمل تنميه مجتمعيه وتنميه اقتصاديه داخل الدوله. زي ما حضرتك ذكرت، الحقيقه انه المشروعات الصغيره والمتوسطه، ويمكن احنا شايفين مثلا معرض تراثنا هو يعني اكتر مشروع او اكتر معرض بيمثل ترويج لهذه المشروعات الـ يعني الصغيره والمتوسطه، وخصوصا ان هو كمان بيعمل على ترويج للحرف اليدويه وللتراث المصري. هذا المعرض من وجهه نظرك الى اي مدى ليه اهميه في منتدى شباب العالم، وخصوصا مع اهتمام الثقافات المختلفه من كل أنواع من كل أنحاء العالم بالثقافة المصرية وبالحضارة المصرية وأيضا بالتراث المصري الأصيل وبالحرف اليدوية بشكل خاص؟ هي خليني أرجع خطوة كمان قبل المنتدى، خلينا نرجع لزيارة الرئيس لمنطقة الفخار، صناعة الفخار، وإزاي اهتمامه بالحرف اليدوية. وبعد كده ننطلق نيجي هنا كمان المنتدى، نلاقي فيه تمثيل لهذه الحرف اليدوية داخل المنتدى. يمكن كان من فترة كتبت مقال ليه علاقة بمبادرة اسمها صنايعي، ازاي نهتم وازاي القيادة السياسية مهتمة بالتوجه للاهتمام بالحرف اليدوية، وازاي كمان بدأنا نشتغل على ملف مهم جدا ان احنا نعمل مدارس نشتغل على الاهتمام وتنمية الحرف اليدوية. فالحقيقة دي دفعة قوية جدا ان احنا لا نترك هذه الحرف الرائعة اللي هي اصلا في اصل المصري القديم، الحرف اليدوية لا تندثر. بالعكس، احنا بنشتغل على اكثر من ملف فيها، منها التنمية عن طريق التعليم، ومنها تنمية عن طريق اللي احنا نوجد لهم فرص لتسويق منتجاتهم. حضرتك شكرا جزيلا دكتور عمرو سكر أستاذ الإدارة واستشاري المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، شكرا جزيلا على وجودك معنا، والمزيد من التوفيق طبعا في منتدى شباب العالم، وخصوصا فيما يتعلق بالملف اللي يعتبر ليه أهمية كبيرة جدا، ملف ريادة الأعمال. شكرا لحضرتك. أنا بشكرك جدا.
شكرا لحضرتك. وطبعا تغطية التلفزيون المصري لكل فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة تتواصل مع حضراتكم لحظة بلحظة، وأبرز وأهم الجلسات التي سوف يتم مناقشتها وذلك خلال اليومين المتبقيين من المنتدى. دائما معكم على شاشة التلفزيون المصري. نعود إليكم مرة أخرى. إليك يوسف. شكرا لك ريهام أديب مفادة التلفزيون المصري، وشكرا لضيفك الكريم دكتور عمرو سكر. وهذه الجولة من داخل أروقة المنتدى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.